كابتن سيد، عندي سؤالين. تونس انت يعني موافق على ان تونس مفاجاه؟ في ناس تقول كندا رغم خسارتها كان ادائها مفاجئ قدام بلجيكا. انت شايف بالنسبه لك ايه المنتخب اللي فاجئك مستوى الفني؟ لا يعني ما اكيد المنتخب بالنسبه لي المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اداؤه قدام الارجنتين، انت بتلعب واحد فرقه من المرشحين للبطوله او اهم فرقه قبل ما البطوله تبدا، الناس كلها مرشحه الارجنتين، ان انت تعمل الاداء ده وفاجئوني. ان انت يعني النقطه اللي قلتها لك في الاول ان انت مش مكسب بهجمتين مرتدتين وكسبت بيهم، لا انت ند بند بتلعب طول المباراه طول التسعين دقيقة، وخصوصا الشوط التاني يعني ان انت هاجمت فيه كتير ورحت بفرص انت وبتلعب عادي يعني كورتك العادية، الباك اللي ناحية الكورة بيهاجم، الباك العكس بيقف، أمور طبيعية، الراجل الديفندر بيستلم وبيروح يكمل الهجمة، الراجل الكرة الجول التاني مثلا في اتنين تلاتة لعيبة من السعودية موجودين أصلا جوه ال 18، فأنت يعني ممكن يباصي حتى أنت مش يشوط. العادة بتاعتنا عامة احنا كفرقة عربية أول ما بتلعب فرق زي البرازيل الأرجنتين ترد لورا هو وتقفل بتلاقي لعيب واحد هو اللي موجود في ما عدا الحتة دي. منتخب حسن شحاتة. يعني دي ده الاستثناء صح؟ ده اه والله الاستثناء صح. بامانه يعني، انما النقطه معظم الناس اللي لعبت يعني في كاس عالم كاس القارات او بطولات كبيره كنت بتلاقي انها الهجوميه منعدمه تماما يعني او قليله جدا، انما لا منتخب السعوديه فاجئني بامانه، كل اللعيبه اللي موجودين في الملعب حتى حارس المرمى كلهم متالقين وبيلعبوا كوره يعني ماتش تحس ان هم متعودين عليه، مش ماتش صعب بالنسبه لهم، لا التاكلينج زي ما قلت لك في توقيته اللعيبه ده لا كلها مفاجأة، ده ما بيلعبش في الهلال. يعني غريب جدا. انا هو في ماتش الزمالك والهلال ما كانش بيلعب كمان، احنا غريبه اتفرجنا جدا. عليه. وشفت رينارد اصر عليه وكان من نجوم الماتش بص بصراحه، يعني النقطه بتاع كان رينار بيسيطر على منطقه ال 18 دي بصراحه. النقطه بتاع رينار برضو ان الناس بتتكلم كتير عليه، هو واحد من الناس هو بقى له 3 سنين مع الفرقه فهو عرف كل اللعيبه اللي في السعوديه خلاص بس هم يعني المدربين اللي قيمهم. بيجهزوا منتخباتهم كويس يعني تاريخه بيقول كده. ما هو ده اسمه ايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقالنا مثلا 6 شهور من ساعه ما قعدنا مع بعض، نقطه المشروع. هو جاب مشروع، انت هي شوف كل على فكره تاريخه في افريقيا مشروعات طبعا، يعني زامبيا زامبيا لو تجيب زامبيا راح مره تجربه، زامبيا كوت ديفوار المغرب المغرب من 98 ما وصلش كاس عالم، وصلها 2018 كاس عالم. السعوديه هو من المدربين بصراحة الجيدين واللي عنده رؤيه ودليل كل حاجه وكل الكلام الكويس اللي بيتقال عليه عارف ان تنفيذ اللعيبه للحاجات اللي هو بيمرنهم عليها دي بتفرق جدا. خلي بالك ممكن يكون مدرب كويس جدا بس ممكن يكون اللعيبه اللي بيختارها ما بتنفذلوش حاجه من اللي هو بيقوله. انت عارف انما انت السعوديه مؤمنين بالدرجه مد عقده قد ايه؟ لحد 2027 5 سنين 2027 قبل كاس العالم. وايه بقى ده قرار وإيه؟ والمجلس اللي موجود هيمشي 2023، مجلس اتحاد الكوره هيمشي 2023. خد بالك دي قرارات قليله يحصل كده، لان كاس انت دايما تقيم هو بيجهز عشان كاس العالم اللي بعده. ما عشان كده هو ده مشروع كلام كابتن سيد اللي هو مدرب المشروع ده، انت اديته ل 27 قبل ما توصل كاس العالم ده عشان يعيش معاك لغايه عشان انت شايف 26. انت شايف منه خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا يقدر شايف يعمل ده. تغير كبير. خلي بالك احنا كنا متساويين احنا والسعوديه في كاس العالم اللي فات، اداء وحش احنا الاثنين، لاعبتنا كلها كبار. السعوديه اول سنه الكاس اللي فات اوروجواي خسرانه 5 اول ماتش لو تفتكر. اكمل اعمار لعيب كان خسران 5 ليهم تقريبا. وما تسيبش الا احنا كسبنا يعني، هو كسبنا احنا بس. انت عامل ماتش كويس مع روسيا. اوروجواي 5 يا جماعه انا مش فاكر. لا روسيا اول ماتش روسيا احنا خسرنا من اوروجواي 1 هم خسروا من روسيا 5 من روسيا، فكان بدا وحش. فالسنه دي فعلا غير كاس العالم اللي فات. فهو دليل ان هو مثلا ايه، انت بتتكلم هو ماسك من 2019 اللعيبه كلها يعني قدام اعمار اللعيبه كلها، مثلا اكبر لعيب ممكن في واحد او اثنين 33، فهو من 3 سنين فهو عنده رؤيه ان عدد اللعيبه اللي موجودين يوصلهم كاس العالم في 29 25 سنه معظم اللعيبه، فان انت توصل باللعيبه اللي انت بتفكر فيهم وبتحضرهم بقالك 3 سنين انا وجهه نظري ان هو ده نجاحه الكبير، نجاحه ان انا هوصل كاس العالم ده بمجموعه اللعيبه اللي انا بجهزها خلال 3 سنين. فمدرب ناجح بشكل كبير جدا. احنا ما سمعناش في السعوديه من بعد المباراه ان حد طلع قال ان انا اللي جبت رينار، يعني انت فاهم هي دي النقطه،
مفيش حد بيقول انا ينسب لنفسه ويتكلم على اللي فات ويتكلم على اللي جاي. الناس برضو اللي بتتكلم على الدوري وانتوا بتعترضوا هنا على المحترفين، طب ما هناك فاتحين المحترفين. ما هو دي بقى نقطه تاني، دي نقطه اهم حاجه. بس اكمل لك على حاجه، شوف المحترفين اللي بيجوا هناك والمحترفين اللي بيجوا هنا. يعني انت ما تكلمنيش مثلا ان انت مش تفتح الاحتراف على محترفين عاديين ما بيضيفوش للدوري وتقول لي انا هضرب مثلا. يعني انا بحب بن شرقي جدا، بن شرقي ما كانش مرشح اصلا للقائمه بتاع المغرب اللي هو المفروض الناس كانت بتقول عليه وهو موجود هنا في الدوري ده كواليتي مختلف، ده لعيب مختلف، بس هو مقارنه بلعيبه المغرب اللي موجودين في اوروبا لا، يعني مش داخل في مقارنه مع حد فيهم. معظم اللعيبه موجوده في انديه تانية، موجوده في انديه كبيره في اوروبا، فهي دي اللي موجوده. فانت الدوري السعودي بيجيب محترفين كويسين. بس على حاجه برضه، عشان برضه بن شرقي لعيب كبير حتى لو ما دخلش القائمه. انا ما مش كل اللعيبه في الدوري السعودي المحترفين كلهم دخلوا قوائم منتخبات. في دول انما انت بتتكلم على الكواليتي، يعني اذا انت كان الكواليتي بتاعك في الدوري المصري كواليتي بن شرقي حتى لو ماشي في 30 40 لعيب، لكن انا بكون عندي 40 محترف. انما انت هم اثنين، عندي اثنين مميزين، اثنين ثلاثه ولا ثلاثه، اثنين ثلاثه من 40 50 بتجيب في المكان اللي هو الوينج والفيرويد وصانع اللعب والحاجات دي هم اللي بيبقوا مميزين. في تاريخ الدوري المصري في الوينجات وفي الحاجات دي هتلاقي مثلا ثلاثه لعيبه جامدين جم في تاريخ، هتلاقي مثلا تتكلم على اوتاكا، تتكلم على بن شرقي، هتتكلم على بتاع بيراميدز اللي جه كينو، ثلاثة اللي موجودين في المكان ده. وفلافيو، انا بكلمك على اللي هم الوجهاء، وفلافيو وكراس حربة في ايوه في ايمانويل وفيليكس. يعني لو جيت تعد من 300 واحد هتلاقي سبعه. الموضوع اذا التألق ده بيبقى صدفه. يعني أنا هو سيد بيتكلم في حته ان الدوري هناك منتظم والمحترفين اللي موجودين اللعيبه بتاعت السعوديه بتستفاد منهم. بقول لك هو بيلعب مستوى عالي برضه. انا عايز اقول لك طول الوقت احنا المفروض نتكسف حاليا والدوري بتاعنا شغال وكاس العالم شغال. يعني احنا بنهزر يعني بس دي فيها عذر برضه يا كابتن سيد. هنفضل طول ما بنقول اعذار لا، ما اقصدش هنفضل لا في القصه يعني دي كتير. انت عايز تخلص الدوري في شهر 6 هنرجع ليه؟ هنرجع ليه؟ ما تخلصه في شهر 7 ليه؟ هو عايز تخلصه في شهر 6 عشان الانديه رفضت ان هي تعمله دور واحد. عشان لما سالنا انا سالت في القصه هنبدا دي هنرجع كل شويه بحاجه، هنرجع عشان كل شويه برضه الحق يقال. انا هقول برضه ايه الطرف الثاني، يعني عشان برضه الكلام يبقى فيه حق في الكلام. انا بتكلم على الانديه، خلي بالك انا بقول لك انا لما سالت لقيت ان الانديه هيحصل تراجع في ايراداتها لان كل نادي على ارضه 17 مباراه، فاذا قلت عدد المباريات دي الرعايه بتاعته هتقل بنسبه 20-25%، فده هياثر على الدخول والايرادات بتاعته. والتضحيه عشان مصر ومنتخب مصر دي مالهاش تمن. لا سيبك من كده سيد، يعني مالهاش تمن. سيبك من كده كمان ماشي. فاكر كاس مصر لازم انت حضرتك تضحي وانا اضحي 17 عشان الكوره تتظبط. وهو هيوفر في ال 17 ماتش التانيين اقامه وسفريات ومعسكرات وتدريب وملاعب، كل ده توفير برضه بالنسبه للنادي. يعني خلينا نقول بس احنا اضطرينا كاس العالم المره دي عشان نقفل الدوري. وحتى لو ده هيخلص في شهر 6 حتى المفروض ان شاء الله. طب ما كان يخلص في شهر 7 حتى لو ده الاستثناء وتبدا التاني في نص 8. لا ما هو عشان شهر ونص شهر عشان مؤتمر المناخ كمان لو تفتكر، يعني شويه كان في ضغوط امنيه وبتاع. فاكر انت مؤتمر المناخ؟ ايوه. فاجلنا الفتره اللي كانت هتلعب فيها في الاول، فدي حاجات بتبقى خارج ارادتك يعني. فحتى لو خلص طول 10-15 يوم ولا حاجه بقى عشان الايقافات بتاعت مؤتمر المناخ نتمنى، لكن يبقى ده اخر استثناء يعني. اذا كنا هنبلعه بس ما نلاقيش برضه في شهر 8 يعني، ما نجيش بعد كل ده واحنا قاعدين بحاول ابرر كل ده بيتعمل عشان منتخب. انا ما هي دي النقطه، كل اللي بيحصل ده عشان الانديه كلها بتلعب عشان منتخب مصر، مش المنتخب او هو اللي يا راجل أو هو اللي بيتظبط مواعيده على الانديه. هي جديده فعلا، جديده دي، ما هي فعلا النقطه مش كده.